محمد هنيدي واحد من أشهر نجوم الكوميديا في الوطن العربي، يحاول إخفاء حياته الشخصية عن الأضواء ويستمتع بأجواء هادئة من المقربين منه. وإليكم في هذه الحلقة بعض المعلومات الشخصية عن محمد هنيدي. اسمه كاملاً محمد هنيدي أحمد عبد الجواد، ولد في فبراير عام 1965، وحصل على بكالوريوس معهد السينما عام 1991. يهوى محمد هنيدي لعب كرة القدم، لكنه لم يفكر في اتخاذها مهنة لأن مستواه وقتها لم يصل إلى الاحتراف. محمد هنيدي من أكثر الفنانين المتفاعلين على السوشيال ميديا، ويشارك جمهوره الكثير من الكوميكس ويرد على تعليقاتهم. قدم هنيدي حلاً سحرياً للنجم العالمي ويل سميث للتخلص من الوزن الزائد الذي اكتسبه وقت أزمة كورونا، وكان ارتداء بدلة العضلات الجديدة البديلة من ممارسة الرياضة التي تحتاج وقتاً ومجهوداً لتظهر نتائجها. هنيدي من النجوم الذين ارتدوا الباروكة لتحسين مظهرهم، وكان أحد متابعيه انتقد ظهوره بها وطالبه بعدم الظهور بها، لكنه مزحه ورد بطريقة كوميدية قائلاً: إحنا عيلة بتحب تزرع عشان تحسن من شكلها. تزوج محمد هنيدي بالسيدة عبير الأسعد التي تحمل الجنسيتين المصرية والسورية، وكان قد تعرف إليها في إحدى المناسبات الاجتماعية وأعجب بها، وتم عقد قرانهما في وقت قصير بعد اعترافه بحبه لها. طلب هنيدي من زوجته التفرغ لرعاية أسرتها رغم دراستها السياحة والفنادق، وتعتبر حياة هنيدي الأسرية من أكثر الزيجات المستقرة في الوسط الفني، وأنجب منها 3 أبناء هم أحمد وفاطمة وفريدة. لا تفضل عبير الظهور إعلامياً برفقة زوجها، وكان ظهورها في أحد المهرجانات الفنية على السجادة الحمراء لافتاً للانتباه. تعرض هنيدي لأزمة قلبية خلال الفترة الماضية، واضطر إلى دخول المستشفى وأجريت له عملية قسطرة بالقلب وتركيب دعامات، وتحسنت حالته الصحية بسرعة، وبدأ بعدها في مواصلة أعماله الفنية بشكل طبيعي. لا تنسوا الإعجاب بالقناة ليصلكم كل جديد.